أضاف هنية أن الطريقة التي يدير بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمور تكرس التفرد والرغبة في إقصاء القوى السياسية الفاعلة، مطالبا بوقف حصار غزة من خلال الإجراءات العقابية التي فرضت عليها. سوف تضطر الحركة إلى اتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على القضية الفلسطينية وثوابت شعبنا ومصالحه العليا وتمثيله الحقيقي، وذلك عبر التشاور مع المجموع الوطني. وسوف تعيد الحركة النظر في مواقفها بشأن المنظمة طالما أن قيادتها تغلق الأبواب في وجه الأغلبية من أبناء شعبنا في الداخل والمهجر والشتات.